تشيلسي، كرة ثابتة لكن في الحائط، وادي أمامنا ستانلي. الملعب ولا هو ده اللي احنا كنا محتاجينه، ان احنا نحرز هدف في بدايه الشوط الثاني، والحمد لله. استني بياخد ريسك وبيشوط كره قويه جدا على شمال الحارس، وبيبين لك قيمه اللعيب. استني هو يمشي امامنا، هو شوف عدى عدى وسد الجول، حضرتك حارس المرمى الثاني وين ساندي لاند، حارس المرمى رقم ثلاثه، وقلنا في اخيرا امامنا الثالث.